تقريبا والتعادل السلبي بدون اهداف. اعتقد كل من في الملعب وكل من يشاهدنا ما فيش تامين الناحيه الدفاعيه، بنلعب على خط واحد. وادي ابراهيم حسن انا ما اعرفش في حاجه غير طبيعيه، يمكن الشاشه معانا على طول، الكاميرا اهي على طول، يعني اكيد يمكن بيكلموه لان الكوره بتتعمل من وراه كتير. فما اعرفش النادي الاهلي النهارده في حاجه مش مظبوطه لغايه الجمهور بيحس على طول. وطبعا كابتن سافر مع الفريق الاهلي في لقاء الذهاب في تنزانيا، وطبعا شاف الفرقه هناك. وادي بي معانا في لقاء العوده على استاد القاهره، وبيودي لقطاته لابراهيم حسن، وخصوصا ان هو واقف عن الخط القريب مع راينر تسوبل، وحواره الثنائي بين ابراهيم حسن وراينر تسوبل، وطالع ونطت فوق ابراهيم سعيد، ترجع ورا لرقم 13 ديفيد ميجانجا، اخطر لاعبي نادي ماجي ماجي، وبيلعب الكره البينيه ترد تاني. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.